عرف نفسك. احمد سامح، محامي شهداء ومصابين كرداسة في الثورة اللي ماتوا واتصابوا يوم 28 يناير. ايوه يا عمي، جاي ايه يعني النهارده؟ انا جاي النهارده للتظاهر والاعتصام، علشان انا بجد بجد حاسس ان الثوره بتضيع مننا. يعني كان حد كتب وقال مهرجان البراءه للجميع، ففعلا احنا كقانونيين في ناس كتير من عامه الناس بينضحك عليهم بان هي دي الاجراءات القانونيه ومن القانون واخد مجراه، لكن احنا عارفين الحقيقه. بنشوف الاجراءات الفاسده في المحاكمات، بنشوف الاجراءات غير الصحيحه، بنشوف حاجات جوه القاعه ما نقدرش نقولها. المحاكمات هزليه والتاجيلات غريبه جدا. يعني مين ما يعرفش ان الجنايات بتشتغل اسبوع في الشهر وان ممكن ياجل لاخر الدور بدل ما ياجل شهرين؟ مين ما يعرفش دي؟ مين ما يعرفش ان القاضي لازم ينطق الحكم في الجلسه العلنيه، مش يخش المداوله ويخرج من الباب الثاني ونقعد 3 ساعات نستنى القرار؟ مين يقول ان القاضي يسمع شهود بمزاجه ويمشي الباقي ويأخر شهرين كاملين المحاكمة؟ ومين يقول ان الناس يخرجوا من القفص اثناء الجلسة ويخشوا يقعدوا في الاوضة المكيفة؟ كلام كتير ما بيخلصش، مش عارفين نقول ايه ولا ايه. انا اسمي احمد بدوي، عضو اتحاد الثورة المصرية، جاي بطالب بمحاكمة حبيب العدلي وضباط امن الدولة وتطهير وزاره الداخليه. عارف اسماء معينه من ضباط امن الدوله عايز تحاكمهم؟ الضباط القتله اللي قتلوا الشهداء معروفين، يعني في كل بلد معروفين. لا فين هم؟ فين؟ قول لي على حد تحاكم. وحبيب العدلي، انا بطالب بمحاكمه حبيب العدلي، جاي التظاهر عشان كده. بسم الله الرحمن الرحيم. احمد عبد الفتاح، ليسانس حقوق. والله انا جاي النهارده، كلنا جايين النهارده عشان ناكد على المطالب التي لم يتم تحقيق اي شيء منها. اولا محاكمه مبارك والنظام البائد كله. اثنين محاكمه الضباط القتله الذين قتلوا ابناءنا، وعندما يذهبون الى المحاكمات نرى اشياء غريبه، من ضمنها ان هو يتم اخلاء السبيل. يعني بانهي منطق ان واحد متهم في قضيه قتل المتظاهرين ويرجع يشتغل في مكتبه تاني؟ انهي عقل وانهي منطق؟ تاني حاجه، في كل مره بيدوا اخلاءات سبيل، على اي اساس؟ على اي اساس؟ ودلوقتي في حاجه تانيه، هما بيقولوا دلوقتي هما بيحاكموهم مدنيا، واحنا واحد زي حالاتنا لو اتمسك بحديده ولا باي حاجه بيتنشي حكم عسكري محترم، فانهي منطق وانهي عدل؟ فاحنا جايين عشان ناكد على هذه المطالب، ان الثوره ما زالت في التحرير، والرهان الاساسي لا بيد القضاء ولا المجلس العسكري ولا عصام شرف ولا وزير الداخليه منصور العيسوي، كل الكلام ده ولا بيحلوا ولا بيربطوا، 5 أو 6 شهور ولم يتم جديد. فالرهان على التحرير، والتحرير رجع تاني لحد ما تجاب المطالب. اذا كان مبارك مشي فلسه اذنابه موجودين ولم نحقق شيئا، لكن نسعى للوصول الى القمة مرة اخرى، وهذه هي الثورة المصرية الثانية. شكرا. اجيلك لحظة، اجيلك. انت حد سجل معاك؟